السلام عليك. ألف سلام عليك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. احنا على فكرة الاثنين سائقين لا زالوا على قيد الحياة. في سائق موجود حاليا تم استجوابه. الآخر موجود في العناية المركزة وتم بتر ذراعه الأيسر. يعني بنقول إن بمجرد تلقي البلاغ كان هنا هيئة الإسعاف مشكلة في 30 عربية إسعاف طائر تحركت، حماية مدنية تحركت، كان في ملحمة عمل ليلا موجودة على طريق الطور، تم غلق الطريق تماما وتم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى الطور ومستشفى شرم الشيخ. وأيضا في مستشفى الطور تم الاستعانة بالمستشفى العسكري قوات مسلحة في الطور. Thank you.